دكتور ممكن تكلمنا عن تجميل الأنف وانحراف الحاجز الأنفي؟ عملية تجميل الأنف كان مفهوم زمان إن هي واحد عايز يجمل مناخيره، إن هي عملية جاست إكسترا أو حاجة تزويد أو إن الواحد يخلي شكله جميل، إنما هي الحقيقة عملية مهمة وحيوية وليها دور كبير جدا في علاج بعض الآثار النفسية عند الناس. واحد مناخيره متشوهة نتيجة حادثة أو خبطة أو واحد خلقية مفقود، سواء ما هيش مقصورة على رجل أو امرأة، في كتير، لأنها تشكل أساس جمال الوجه في الإنسان. فعشان كده العملية دي تطورت تطور رهيب وانتشرت كتير جدا، بقى في كل مكان وفي كل جامعة أصبح في قسم خاص لعمليات تجميل. من سنوات طويلة ما كانتش الموضوع دوت مطروح يعني، وأصبح برضو في تطورات وتغيير في النظريات، ما بقتش مجرد إزالة غضاريف زيادة، لا في تطور في حاجة اسمها ستراكشر راينوبلاستي، إن احنا بنحافظ على الغضاريف الأنفية كويس قوي ما نشيلش، نحاول نستخدم المواد الناتشورال لتقوية جزء، زي ناخد حاجة كوستال كارتج أو هي جزء الغضروف بتاع ضلوع الصدر، الخيوط استخدام السوتشرينج راينوبلاستي برضو تجميل أو تشكيل الغضاريف الأنف عن طريق عمل غرز تجميلية بحيث ان احنا نقوي. ده بديل الحاجة اللي كانت تحصل زمان ان احنا كنا نقص وكده وينتج عنها بعد شوية مزيد من التشوه او تغيير شكل الأنف بحيث العيان ما يبقاش راضي. الوقت احنا حريصين جدا جدا ان العملية تبقى طويلة تعيش مع البني آدم، مع الإنسان، مع المريض بتاعنا بدون أي تشوهات وبدون سايد إفكت، على قد ما نقدر إن احنا نستخدم الغضاريف اللي هي منه شخصيا أو من متبرع آخر ومتعالجة ومتحافظة بجاما راديشن، بحيث إن احنا نستغنى عن المواد الصناعية اللي هي كانت بتعمل لنا مشاكل قبل كده. بناخد غضروف من الأنف من الحاجز الأنفي كجزء لتقوية ظهر الأنف أو تقويم رفع مقدمة الأنف، أو بناخد مثلا غضروف من الأذن أو غضروف زي ما قلت لحضرتك من ضلوع الصدر، بالإضافة استخدام تكنيك أو تقنية الخيوط سوتشرينج راينوبلاستي. ده أهم حاجة إن احنا بنقول أصبحنا نراعيها مع التحليل كامل لجميع عناصر الوجه قبل العملية. ساعات بكتير قوي نحن نظن ان الانف هو ده المشكلة في الانف، انما ممكن نلاقي التشوه مثلا في منطقة اخرى بتحتاج معالجة معها، بحيث ان يبقى فيه تناسق والانف يبقى مناسب، لان كل انسان ليه شخصيته الخاصة بالنسبة للانف بتاعه والحجم بتاعه، ما نقدرش نوحد الشكل للجميع والا مش هيبقى شكله جميل. شكرا جدا. العافية.